واحد بيقول بخصوص نص الإبسلمضية أخذ الذي لنا إلى آخره، والربع الذي يليه يقول نص الإبسلمضية أخذ جسدنا وأعطانا روحه القدوس. برضو أخذ جسدنا في حدود أنه شابه إخوته في كل شيء ما عدا الخطية، وأعطانا روحه القدوس أيضا في حدود. أعطانا روحه القدوس ليحل فينا، أما هو بالنسبة للروح القدوس متحد به، والاتحاد درجة أكبر من الحلول. وأعطانا روحه القدوس يحل فينا مع إمكانية أن احنا نحزن الروح ونطفئ الروح ونقاوم الروح. أما الروح القدوس بالنسبة ليه